صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فاعجل البصر هل ترى من فطور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع الرحمن من تفاوت فاجي البصر هل ترى من فطور ثم اجعل البصر كرتين انقلب إليك البشر خاسيا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
نجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبعث المصير. إذا وقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فيها فرج سألهم خزنتها لم يأتكم نظير. قالوا بلى قد جاءنا نظير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا أصحاب السعير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد.